الجو غير المريح الذي ساد في الطريقة المتبعة في المشتريات جعل عضواً بلجنة تقييم عروض المشتريات يتقدم بمراسلة بتاريخ 27 جانفي 2011 إلى المسؤول الأول عن المديرية، يدق فيها ناقوس الخطر ويؤكد فيها ويبلغ عن وجود تجاوزات فيما يخص عقد صفقات. حاولنا التواصل مع عضو لجنة تقييم عروض المشتريات غير أنه رفض مقابلتنا، مؤكداً في مكالمة هاتفية أنه كعضو لجنة راسل مسؤوله المباشر بعد تسجيله لتجاوزاته. تحرجني شيء أخي، أنا قلت لك أنا كإطار كمسؤول كنت مسؤول على قطاع، حملت المسؤولية تاعي وكنت عضو في لجنة، لاحظت بعض الأمور، أنا كتبت المسؤول تاعي المسؤول المباشر. جيستما وش نوع الأمور؟ هذه مراسلة داخلية، فتبقى داخلية. نو قصدي وش هذه الأمور يعني أنا أشوفه باللي تجاوزات كاين. أقول لك أنا نهضر لك بتحفظ، تخدم في لجنة، تعمل في لجنة، تدرس ملفات حساسة، هذه أموال عمومية، مال عام تاع شركة، لاحظت أنا أمور، لاحظت أمور، ممكن غيري في اللجنة شافها أمور عادية ولا، أنا بحكم المسؤولية، تحملت المسؤولية تاعي، كتبت ومشات الأمور ومسؤولين على بالهم وكاشفاً عن فتح مصالح الدرك الوطني لتحقيق. صحيح الأمور مشات للتحقيق واستدعيت أنا ومجموعة من الزملاء اللي يخدموا معي في سنة 2016 في مظلمة 2016 استدعينا للفرقة التحقيق تاع باب جديد.